سولدر من قلتي سولدر سولدر ليش اسمك سولدر ليش كم عمرك سولدر من قلتي سولدر ليش كم عمرك عندك شو اسم امك يعني اسم امك مروان تلودي تعال هنا خالي كمية الناس اللي تسألني كل يوم سولدر من عتب بحق السماء صادعتي على ربع بركة مروان ابن تلودي بصراحة انا شخص ما يحب يطلع معلوماته بالانترنت يعني تعال شوف اسمي الحقيقي ما مطلعه مكان سكني بس ما قلت يا محافظة اصلا ما قلت يا منطقة بالعراق شمال وسط جنوب يمين يسار دائرة اكس مربع كل شي ما قلت دبابة اسم الجامعة؟ لا تخصص الجامعي؟ طب ايه انا دكتور اشيل لك الكلية يلا تعال تجيب لي كلية لك تعال تطيك كليتك لك تاريخ الولادة؟ نعاه 2005 ولان الاستراحة البسيطة من القناة خلت اغلب الناس تنسى منو اني فماكو افضل من مقطع اذكر الناس منو هو سولدر واذا جديد على القناة فلا تنسى تلزم اللايك وطيح عضبه والله الواحد ما يتغير لونه والان سبسكرايب حران عليها لونه احمر من الحر برد على قلبه وخلي لونها رمادي الان راح اقعد هنا راح يتم سؤالي من قبل الضفدع المعضل بيبو لحظة قبل ما نبدي ليش اكو حارسين لازمين اسلحة العاب يا رباب ادري شنو اسلحة العاب مالك مالك خالي هذولي بس حماية ها تمام هسه المهم اسألني لا تستحي اسألني اي شيء اذا ما عجبني السؤال ببساطة راح اقول ما اريد اجاوب تمام خلينا نبدي بدون اي تأخير اول سؤال شنو اكثر سؤال يسألوك اياه اكثر سؤال انسأل عليه يا ابوي اول ما اسولف ويا الناس وحرفيا قبل ما اقول السلام عليكم يا ابا عبد الله مباشرة يسألوني هالسؤال شوتر شنو اسمك الحقيقي قول اسمك لا بالعجر على راسك ايه قول اسمك تمام راح اقول اسمي هو السيسان شو حلو كل الاحوال ثاني اكثر سؤال انسأل عليه هو تقولك شكم عمرك وين عايش وين منطقة سكنك السارق سعد ابن ابي سعد يريد يشرب شاي وياك تمام راح اجاوب عمري 19 وعايش بالعراق محافظتي هي عم بيدوروا حول امه يا عمتيت ليتها صغير راح بدي لابوك اريد نسرق يعني نشرب شاي ونسولف يعني تعرف ايوه انت حبيبنا وسولترنا من زمان عندي ان انا اكون يوتيوبر من زمان اتابع يوتيوبرز واندهل من كم كمية المحتوى مالهم وش كم حلو قبل 3 سنوات فجأة قررت أبحث عن الكمبيوترات وحرفيا حبيت الكمبيوترات من كل قلبي لك بوش الكمية الحب هذا وشي حلو إن بعد السنين من البحث والحب اشتريت هذا الجمال اللي هنا لك بويا جمعت إلى لمدة 5 سنوات من حياتي مصروف المدرسة حرفيا أروح للمدرسة ما أكل شيء وأرجع للبيت كأني زومبي هارب من داينجلاي بس يستاهل وحاليا وهذا الجميل المثير اللطيف اللافت للانظار السمباي اللي عندي بديت اسوي مقاطع على اليوتيوب يا كتكوتي انت يا كتكوتي ومع انه قناتي مو كبيره الا اني مستمتع جدا بصناعه المقاطع وهه اذا حطيت تعليق على هذا الفيديو راح اقراه اكيد وحيساعد على انتشار القناه سولدر سولف عن عائلتك عائلتي مكونه من 4 افراد بابا ماما اخوي الكبير واني اي انا اخ العنقود وانا مدلل البيت وهذا السواري وسليتر الصغير هن يهمه صح سليتر مات سولدر بابا شنو يشتغل ما بيخافوا لالا شو ما شافوا لالا وريد وجهك والله تدري دامني قاعد هنا انا قاعد اصور ليش ما اسوي فيس ريفيل يلا تمام نروح للواقع ايه هاي من انا ايدي تعال بقى تعمل لنا الام هنا جميله الحائط الرائع كل الاحوال هسه انا بس اقلب بس الكاميرا راح اشوف مساحه انت على وجهي اوكي خلاص نمسح احنا بعد فيس ريفيل يا الله نقلب احنا الكاميرا يعني ايش متوقعك مثلا شنو يعني انا صدق قاعد اطلع على وجهها مثلا بالقناه لا ليش ما بنزل ولا اي شيء اخر 3 شهور هذا سؤال حلو جدا حلو لاني ادرس علم كيف تصبح دكتور انا ما عندي كل الوقت بهالدنيا وايضا يا مزيج من ال يلا باكر لا مو اليوم باكر اخي صح ما كان قلت قبل يومين انا باكر بس يعني يلا باكر بعد ما صار 3 اشهر موجوده بعد اسباب ليش التنزيل بطيء من اللي بعدني قاعد احاول على مونتاج وتعال باع المونتاج بويا يا المونتاج يلد وايضا لكل شخص هنا بعد ما احط لا لايك ولا اشتراك يعني لا اضرب الزر اللايك لحد ما تغير لونه تعال باع عليه قاعد يحكي عليك
يا سيء يا سيء، ما تقدر تضرب نيل اني انا اقوى منك بكل شيء. يا جبان يا ضعيف. وتعال شوف سيدة سبسكرايب حرانة. يما وليدي راح اموت من الحر، الله ينطيك العافية، دوسني وبرد علي، الله يبرد على قلبك. يلا شو منتظر سولتر؟ شنو الدي عندك؟ ادري سؤال وربو هذا سليتر، تعال طلع لنا الصيصان. امن حد هني حدا فرحانين. شنو مواصفات البي سي مالك؟ مواصفات الكمبيوتر هذاني على الشاشة. يلا يريد اقراها، خليني اوقف الفيديو. شنو تسوي بوقت فراغك؟ بوقت فراغي تحصلني العب الحالي، ارسل فويسات الناس اللي مرتاح لهم، اطبخ. انتظر فيديو طبخ قريب. انا اطبخ، اكسر سرعة الكمبيوتر وعمي حتى من الحرش عليه، واتعلم على برامج المونتاج والفوتوشوب. هل تؤمن ان الارض مسطحة؟ عمي شنو الاسئلة هاي؟ خلي لعبة نفسي من هاللقاء ومنك. لا 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 مو الجمهور. وانت تعال شو حاط بغرفة وتحقيق وحاطت لي لازمين اسلحة العاب وتخافوني. هذا شنو رهينة من خلافوك هاني؟ لا بس يعني حماية. ابوك الحماية اطير منا. لا لا اوقف. كل الاحوال يمكن ستحطش كم سؤال هنا لهناك، اذا تريدون تسألوني فتقدرون تسألون بالتعليقات، راح اعرض على كل التعليقات او حتى على الانستا. هذا كود الانستا مالي، رابط الانستا ايضا موجود بوصف الفيديو. حاليا انتظروا المقطع الجاي، راح احاول ما اتاخر 3 اشهر. بتعميهم وبتسقيهم. ميك يا ده ايبادي ابو اريد اسولف وانا اريد اتابع بشرفك. انت تكسر ايبادي؟ تمام اشتري لك غيره. لا لا بابا عادي، راح اشتري واحد بفلوسي. يلا حصلتها من الماريجوانا.